مدينة عرفت الحياة ووجود الإنسان منذ أمد الزمان، بدءاً من الحضارة العاتريّة إلى قدوم الفينيقيين إلى حكم الرومان، حتى أطل عليها جيوش الفاتحين من كل مكان. توالت الأحداث واختلف الزمان، وما زالت المدينة تنبض بالحياة والأمان، تحيا بالأمل وعدم الاستسلام. إنها مدينة العرب التبسي ومالك بن نبي. صحيح أنهم رحلوا، لكن هناك من يحمل المشعل بعدهم، يكمل المسيرة ويؤدي الأمانة. ضيف اليوم واحد من بين أبناء هذه المدينة العتيقة التي عرفت بكرمها وسخائها، لكنها لم تكرم عبد المجيد عثمانية وغيره من الشباب بشيء أبسط ما يقال عنه أنه حق يؤخذ دون أن يطلب. ضيف اليوم عانى كثيرا من البطالة مثله مثل غيره من الشباب، لكنه لم يأبه لكل هذا وواصل في طريق الأهداف رغم كل الصعوبات. من شاب يبيع البطاطا ويعمل في المقاهي إلى أحد أهم الموظفين في كبرى الشركات بتايلاندا ومسافر حول العالم إلى أزيد من 10 دول، يحكي لي ويقول: واجهتني الكثير من العراقيل والصعوبات، من بينهم البطالة وقلة فرص العمل والدخل الشبه محدود. كنت نسكن في ولاية داخلية لتقل فيها معظم مرافق الحياة الضرورية آنذاك، لكن ما خليتش المحيط يأثر فيا. حاولت نتغلب على كل هذا عن طريق الأمل والعمل. كنت عندي قاعدة نمشي بها تقول: مادام يوجد هوب فحتما راح نخرج من الظلام للنور. عملت في الكثير من المجالات، من بينهم الفلاحة، البناء، العمل في المقاهي وبيع الملابس. حاولت جمع القليل من المال، وبعدها قدمت طلب للحصول على فيزا للعديد من الدول الأوروبية، لكن لم يحالفني الحظ حتى جتني فرصة للهجرة لتركيا. ومن هناك كانت نقطة الانطلاقة لحياة جديدة مليئة بالنجاحات والإنتاجية. بديت بتطوير نفسي أكثر وعملت على اكتساب العديد من المهارات اللي نحتاجها في وقتنا الحالي. بعدها سافرت لأدرس في تايلاندا، أكملت الدراسة والحمد لله تعبت وصبرت ونلت. أنا اليوم أحقق أحلامي، ولا زال الأمل موجود للكثير من الإنجازات مستقبلا. من خلال حلقة اليوم أردت إخبارك أنه مهما كانت الأبواب مغلقة في وجهك، مهما عانيت من البطالة وقلة الفرص، مهما واجهت من صعوبات، لا تستسلم أبدا. أعمل في أي مجال أمامك ولا تخجل من العمل مهما كان. مثل ما نقول بالعامية: خدام الرجال سيدهم. فقط توكل على الله واجعلها بدايتك وليست نهايتك. ضيفنا عبد المجيد عثمانية يوجه رسالة إلى الشباب الجزائري عن طريق هذا الفيديو. أترككم معه ولنلتقي في العدد المقبل من برنامج شوية هوب، ولا تنسوا أن الأمل قرار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم عبد المجيد عثماني مباشرة من مدينة بانكوك عاصمة تايلاند. حبيت نقول لخاوتي إن شاء الله باللي ما كان حتى حاجة مستحيلة في الدنيا، ما كان حتى سحر، ما كان حتى سر في الحكاية. الحكاية كله أنه لازمك تكون إنسان مسؤول، لازمك تخدم، لازمك تتعب، ولازمك تبدل طريقة التفكير تاعك. يعني ما تشوفش الدنيا كلها يعني باللي راي سلبية، باللي ما كانش خدمة، باللي ما كانش مستقبل، باللي ما كانش حياة. حاول فقط أنك تغير طريقة تفكيرك إن شاء الله، وراح يجي نهار وتوصل. لازمك تتعب ولازمك تخدم أخوي العزيز، وصدقني راح يجي نهار وتوصل. لازم تثق في ربي إن شاء الله، ولازم تثق في نفسك. السلام عليكم.